انتقل الى خبر اخر وخبر مهم، يعني انا هرجع بيك بقى اليوم الخميس، نرجع بقى شويه اليوم الخميس. استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقريرا من اللواء شريف احمد صالح رئيس هيئه تنميه الصعيد حول جهود الهيئه بمحافظات الوجه القبلي في مختلف محاور التنميه، واكد رئيس مجلس الوزراء تضافر جهود مختلف الوزارات والجهات الحكوميه بهدف دفع خطط التنميه في الصعيد بما يسهم في الاستفاده من الفرص الواعده هناك لتنفيذ مشروعات تسهم في رفع مستويات التشغيل واتاحه المزيد من فرص العمل للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين. من جانبه أشار اللواء شريف صالح إلى أن هيئة تنمية الصعيد تمارس دورها منذ إنشائها عام 2018 وفق استراتيجية تستهدف تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد في إطار رؤية مصر 2030، لافتا إلى أن الهيئة تقوم بتخطيط وتنفيذ مشروعات تنموية في جميع المجالات بواقع 17 مشروع في المحور الزراعي والاجتماعي والصناعي والبيئي، وذلك بمشاركة أهالي الصعيد وبالتعاون مع شركاء التنمية. يعني احنا يوم الخميس برضو كان يوم جميل جدا، يعني خليني اقول واحنا قاعدين بنتابع الافتتاحات في محافظة سوهاج انا شفت الصعيد تاني، يعني انا بقالي كتير ما روحتش الصعيد، بس انا شفت صعيد مختلف تماما عن الصعيد اللي أنا كنت عارفاه، ودي حاجة بتؤكد أنه تنمية الصعيد التي تأتي على رأس أولويات الدولة ده مش شعار بيتقال وخلاص. طب هو عمر الصعيد أصلا ما كانش يعني التعامل معاه شعار، لكن هي زي ما قال السيد الرئيس إنه قصة أنه ما كانتش قادرة لظروف كتير نقعد نتكلم فيها، ظروف إقليمية ودولية وظروف في الأصل محلية، علشان كده المنهج اللي احنا بنتبعه دلوقتي بيدور على الحلم والفكرة، الفكرة الجديدة وتنفيذها. الصعيد ده المخزون الاستراتيجي بتاع البلد، مخزون البشر، مخزون القيم، مخزون الانتاج. حضرتك صعيدي؟ طبعا من سوهاج. والقرية اللي جنب القرية اللي كان فيها السيد الرئيس أم دوم. فالوضع ده، بس هو ازاي الفكرة ان انا في كل محافظة لها مقومات، لها إمكانيات تتكامل مع المحافظة اللي جنبها، بحيث أن الخريطة التنمية كلها على مستوى مصر كله يكمل بعضه وكله ينتج مع بعضه وكله يدي الحاجة اللي ناقصها المكان التاني. صياغة الخبر ده مع احترامي يعني للصياغة بيتكلم عن مشروعات وبيتكلم عن حياة كريمة. هو حياة كريمة دي حاجة والمشروعات الجديدة دي حاجة تانية، ولا الاتنين مع بعض؟ الحقيقة ان الناس محتاجة تفهم فلسفة الدولة اللي هي فكرة المحاور المتوازية، وانه حياة كريمة دي جزء واحد من المحاور اللي هو بيجعل القرية منتجة، اللي يجعل القرية تستفيد وتعظم خدماتها. زي ما كانت الناس بتقول طرق وكباري، ما هو انا لو ما عنديش طريق هبذل وقت كبير ومش هعرف اسوق منتجي، وهقعد مش هعرف اتواصل مع غيري، واللي حاجه اللي انا عايزها هتيجي عليا كلفه، هي كلفه النقل ده اقل حاجه في المنتج من 30 لـ40%، ودي اللي كانت لما زمان كانت يرفع سعر السولار كل حاجات دلوقتي ايه بتترفع الاسعار. لا دلوقتي خلاص ما فيش رفع حتى السولار، حتى لو ارتفع السولار عمليه النقل خلاص ما بقتش مشكله لانه الصعيد كله مترابط. فالمشروعات اللي احنا بنتكلم عليها دي مشروعات مكملة لحياة كريمة في أماكن، يعني نقول حياة كريمة دلوقتي في كل محافظة مثلا زي سوهاج في 7 مراكز، لكن سوهاج فيها 11 مركز، يعني الباقيين جايين في مرحلة تانية. طب هو في حاجات تانية ما ينفعش تسكت أو تستنى، فاهمة؟ زي وادي كركر مثلا في أسوان احنا كنا مشغلين فيه جزء، لكن في حاجات تانية لازم تتكمل، دي ملهاش علاقة بحياة كريمة. مثلا في موقف في الفيوم اسمه موقف الحواتم محتاج يتظبط علشان يخدم على كل اللي موجودين، لا ده مش مستني حياه كريمه، ده احنا بنعمله. فانا محتاجين نبات الجرجوبه واستخدامه في البحر الاحمر وفي انتاجه، ده مشروع.
فقصدي محتاجين نعرض فلسفة الدولة في التنمية الشاملة بشكل مختلف. بمناسبة المشروع، الشباب اللي كان واقف وعرض المشروعات اللي بيعملها ابدأ من خلال ابدأ، مبادرة ابدأ، وحتى السيد الرئيس كان أعجب جدا باللي هم بيعملوه، وخلى انه جزء كبير من تمويل هذه المشروعات بيتبع صندوق تحيا مصر، وده لتشجيع الشباب. يعني ايضا يمكن احنا من خلال اللي شفناه ده شفنا انه شباب الصعيد برضو غير حياة كريمة وغير المشروعات، في مشروعات مهمة بتتعمل ومشروعات حيوية ايضا. يعني الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والواقع الافتراضي، صحيح. اللي انا بدل ما كنت كطالب طب اروح اجيب جثة لمؤاخذة يعني، او اتدرب على تشريح جثة، بتبقى قدامي اونلاين وموجودة. تخيلي حجم المشروع زي ده يمشي ازاي. بلاش كده السناكس اللي الناس بتتكلم عليها هنا، احنا طبعا كصعيده يعني السناكس ايه ده؟ ده السناكس دي مضره اللي هنا، لكن السناكس اللي هم هيعملوها او المشروع اللي بيعملوه مشروع غذائي متكامل طبيعي من الفاكهه. يعني قصدي ان الدنيا عندنا كبيره، قدره الانسان المصري ومخزونها وثرواتها، خزائن الارض في مصر في الانسان قبل ما تكون في الموارد الثانيه. صحيح. فلما نحصل في ده في سوهاج ويحصل في كذا محافظة في 27 محافظة، تخيلي حجم التنمية هتبقى ازاي وحجم شكلها هيبقى ازاي. فاحنا محتاجين نحس بنفسنا وندرك قيمة نفسنا ونثق، لأنه الحرب اللي شغالة حاليا هدفها الأساسي تقويض الثقة. صحيح.